السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة كويزين سميرة ديزاد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض ميني كيك ولا ميني موسكوتو. راح يكون محشي بواحد الكريمة من اطيب ما يكون، راح يكون راقي واقتصادي في نفس الوقت رغم بساطة المكونات. نخليكم تكتشفوا الوصفة وطريقة التحضير. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا النجم. نتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير، وفي نفس الوقت راح نعطيكم المقادير مكتوبة وراكم رايحين تلقاوها كذلك في صندوق الوصف. إذا في وعاء حطيت 3 بيضات راح يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نحط عليهم رشة صغيرة تاع الملح، نزيد عليهم غرفة صغيرة معمرة مليح تاع لافاني، وراح نزيد هنايا نص كاس سكر حبيبات. الكاس ديالي يرفد 220 مللتر من السوائل. نخلط البيض مع السكر حتى هذاك السكر يبدا يذوب وهذاك الخليط يبيض ويتضاعف الحجم ديالو. هنا ماشي لازم يعني نطلعوه بزاف بزاف، الاخوات اللي ما عندهمش باتور ممكن يعني تخلطي بقوه يدوي بلا ما تخلطي بزاف، المهم تحسي هذاك السكر راهو ذاب. بعدها هنايا زدت نص كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي كيلت به السكر هو اللي نكيلو به كامل المكونات. الزيت نزيدها تدريجيا مع الخلط المستمر. زدت هنا تاني نص كاس تاع حليب، يكون بدرجة حرارة الغرفة. دايما المكونات نزيدوهم ونخلطو مع الخلط، الحليب كي نزيدوه نقصو السرعة تاع الباتور. فوالا هنا تحصلت على هذا الخليط المتجانس. الان راح نبدا نزيد في الفارينة. حطيت هذا الكاس الاول، نحاول دايما نعطيكم مقادير مضبوطة هكذا باش تنجحوا في الوصفة ان شاء الله. راح نحط مع الفارينة باكي ونص تاع خميرة كيميائية، يعني تقريبا 15 غرام. والخميرة دايما نحطوها مع الفارينة هكذا باش دير لنا مفعول مليح. هنا ضروري كذلك نغربلو المكونات ديالنا، خاصة الخميرة اذا كان فيها حبيبات. هنا زدت نص كاس واحد اخر تاع الفارينة. طبعا الفارينه انا راح نعطيكم المقادير على حسب ما درت انايا، ولكن راح تقدر تختلف شويه وهذا على حسب حجم البيض. هنا زدت هاد الحبيبات تاع الفيرميسال شوكولا، هادوما اللي تباعوا عند اللي يبيعوا مواد الحلويات. هادوما راح يعطوني هذاك لاسبي مشتي تاع العجينه تاع الكيك ديالنا، راح يجي بشكلهم بزاف شباب هكذاك. كما تقدروا ديروا لي بيبيت الا كان ما عندكمش استغناو عليهم. هنا زدت نص كاس واحد اخر باسكو العجينه ديالي كانت خفيفه. خلاص دونك هنايا الفارينه رفدت لي زوج كيسان سواسوا تاع الفارينه. نخلط هنا بالفوي اليدوي، هاوليك هذا هو القوام اللي راني حابه نتحصل عليه. هنا خلاص نخلي العجينه ديالي تكوتي ونروحو نوجدو لي مول ديالنا اللي راح يطيب فيهم هاد الميني كيك. الكيك ديالنا راح نطيبو انا في هاد لي مول، لي مول ماجيك هادوما حجم صغير. خودي اي قوالب تكون عندك، الا ما عندكش هادوما القوالب صغار ممكن ديريها خبزة كبيرة في مول العجيب الكبير هذاك، على بالي لا بلوبار عندكم. القوالب راح ندهنوهم كامل بالزيت، ندهنوهم مليح مليح خاصه في هذوك الفراغات اللي جايين على الجناب هكذا باش ما تحصلناش العجينه. ومن بعد نرش الفارينه كامل هكذا نمشيها لداخل ونتاكد انه الفارينه راهي كامل غطات لي هذاك المول، لانه المول العاجب هذا شويه لو كان ما ندهنوش مليح بالزيت ونرشو مليح الفارينه ممكن كي نجيو نديمولي والكيك ديالنا راح يلصق في هذوك الفراغات. الخليط اللي تحصلت عليه فرغته هكذا في طاس اللي عنده الفم باش كي نفرغ في القوالب يجيني ساهل، ولا تقدروا ديروه داخل اون بوش هكذا باش نديروا خدمه نقيه. نعمروا القوالب ديالنا حوالي هكذا 3 ارباع تاع المول، نخلو تقريبا الربع هكذا باش نعطوا يعني نخلو مكان العجينه ديالنا تتفاعل وتخمر لنا داخل الفرن. نحطهم في صينية وندخلهم للفرن يكون شاعل من قبل على درجة حرارة 160-170 درجة مئوية
هادو ما يحبوش نار قويه، وكذلك ما همش راح يطولوا كامل في الطياب باسكو الحجم ديالهم راهو صغير. تقريبا هكذاك 20 إلى 25 دقيقة، وكل وحدة يعني تراقب الفرن ديالها يطيبوا كيما الكيك كيما الموسكوتو حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي. انا هاملك هنا بعد ما طابوا، قبل ما نخرجوهم من الفرن ضروري نتاكدوا بواسطه سكين ولا امبيك ندخلوه على الجناب وين كاين بزاف العجينه هكذا تما في هذاك المكان، باش نتاكدوا انه الكيك ديالنا راهو طايب، لانه في الوسط العجينه راهي رقيقه والمول راهو طالع. نخلوهم يبردوا شويه ومن بعد نديموليوهم. باش نديموليوهم بكل سهوله ناخذوا موس مشيوه كامل على الحواف، نعمل هاد الحركه نحرك شويه المول بيدي باش نتاكد انه الكيك ماهوش لاصق ليه في المول، ومن بعد نديموليه بهاد الطريقه هذه. نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش طابوا، طابوا محمرين ما شاء الله، جاو بزاف شابين وما نحكي لكمش على الريحه تاعهم، جاو روعه هاد الميني كيك هادوما. بعدها هاد الكيك هذا شربته بشويه حليب هكذا بهاد الطريقه. تحبوا تطيبوا ان سيغو، على فكره هاد الكيك هادوما ما جاوش كامل حلوين بالمقادير اللي عطيتهم لكم، جاو يعني غير هكذاك سوا سوا برك كيما نقولوا. اللي يحبوا حاجه حلوه هنا ديري ان سيغو وشربيهم بان سيغو، يعني نشربوهم غير شويه برك. واللي ما يحبوش كيك هكذا مشرب ومشمخ ممكن تستغني على هذه الخطوه وتخليهم هكذاك، ولكن هما كيجوا مشربين راح يجيكم بنان، راح يجيكم كشور كيما لاباتيسري تاع برا، راح يجوا بهذاك الذوق مشمخين معلكين يجوا هايلين. نروحوا الان نزينوا الكيكات ديالنا. هنايا عندي شويه تاع لا كونفيتو خففتها بشويه تاع الماء، ولا نقدروا نخفوها بشويه عصير تاع القارص. وعندي هنايا جوز الهند اللي كنت حمصته في كسرونه ولا في مقله مع مغرفه تاع كاكاو بودره البني هذاك الغامق، ومغرفه تاع السكر كلاصي كيما نديرو القطيفه تماما. تحبي تخليها هكذاك تخليها هكذاك، تحبي تحمصي غير وحده هنا لك الاختيار، تحبي ديري لوز ايفيلي كاوكاو بالنسبه للتزيين والديكور عفوا هنا لك الاختيار. ناخذ دونك هذيك لا كونفيتور نمشوها كامل على الحواف. لا كونفيتور غادي تاني تزيد لنا في البنه وراح تزيد تعطينا طراوه اكثر واكثر لهاد لي ميني كيك ديالنا. راكم تعرفوا العجينه ولا الكيك على الاطراف يكون شويه يعني يابس، كي نديروا لا كونفيتور راح يزيد يطرى اكثر واكثر. ومن بعد نرمدوهم كامل للجوانب في هذيك لانوات كوكو. هادو ما اللي درتهم هكذا في هاد القوالب تاني، اذا كان ما عندكمش المول العاجب وعندكم هاد الليمول اللي جايين بهاد الشكل تاني حيجوكم بزاف شابين. وتقدري تاني ديريهم حتى في الليمول تاع السيليكون متوفرين بالشكل تاع المول العاجب هذا، ولا بهادو الشكل اللي ندير فيه دوكا، يعني ديري المول اللي يكون متوفر عندك في الدار. بعد ما كملت الديكور تاع هاد الميني كيكات، هاد الديكور اللي على الجوانب هذا، نروح نحضر الان الكريمه اللي رايحه نعمر بها هذاك الفراغ. باش نحضروا هاد الكريمه راح تكون بذوق الشوكولا بدون بيض، سهله وسريعه التحضير. عندي هاد المقادير، عندي في كاسرونه ديالي نص ليتر حليب، حطيت عليها علبه فلون ذوق الشوكولا تاع 50 غرام، نزيد عليها زوج مغارف كبار تاع مايزينا ولا نشا، ما يكونوش معمرين بزاف لانه رانا حابين هاد الكريمه ما تكونش عاقده وثقيله بزاف، لازم تكون شويه خفيفه باش تجي بنينه. نخلط هاد المكونات بارد في بارد، ونحط الكاسرونه ديالي فوق النار ونبقاو نخلطوا كيما كريم باتيسير حتى تعقد لنا هاد الكريمه هذه. وانا نخلط فيها ما عجبنيش هذاك اللون، جاني بارد وانا ما حبيتش هذيك لا كولور، حبيتها تكون بذوق الشوكولا وهذاك اللون تاع الشوكولا، لذلك زدت لها هنا مغرفه تاع كاكاو بودره. انا هنا استعملت كاكاو خليط بين الكاكاو البني الحامق هذاك والكاكاو هذاك اللي يجي كلير هكذا، باش نتحصل على هذاك اللون الغامق اللون البني الشباب هذاك، لانه لو كان ندير هذاك الفاتح ماهوش حيعطيني اللون، ولو كان ندير الغامق هذاك ثاني حيعطيني لون ماشي شباب. دونك راني خلطتهم، واللي عندها طبعا هذاك الكاكاو البني الشباب دير هذاك. هنا خلاص الكريمه ديالي راهي عقدت كيما راكم تشوفوا، تكون شويه سايله نوعا ما. الان راني رايحه نزيد لها هكذاك وهي سخونه بعد ما نطفي عليها حوالي هكذاك 70 الى 80 غرام شوكولا سوداء. الشوكولا هذه راح تعطينا بنه هايله، وفي نفس الوقت هي اللي راح تعطيها قوام هايل الكريمه هذه بعد ما تبرد.
وزدت لها تاني مغرفة صغيرة تاع الزبدة ولا لا مارغرين، ونخلط هكذا حتى يدوبوا هذوك الشوكولا والزبدة وتندمج كل المكونات مع بعضها البعض، وهي سخونة هكذاك مباشرة بسرعة نفرغوها كامل في هذوك الميني كيك، نعمروا كامل هذوك الفراغات، نحاول نعمر كامل هذوك الفراغات ونعمروهم مليح كما نقولوا احنا حتى الفم هكذا باش الكريمه هذيك تجي باينه. وكما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاع الكريمه، لازم تكون نوعا ما سائله باش نقدروا نعمروا هذوك الفراغات بكل سهوله. ونكونوا شويه سريعين قبل ما تجمد لانه راهي فيها الشوكولا وفيها مايزينا. نخلو الكريمه هذيك تبرد تكوتي، ولا تحبوا تدخلوها للثلاجه احسن. ونروحوا نحضروا لا كريم شانتيي اللي حنحطوها من الفوق للتزيين باش نغطيو هذيك الكريمه. هنا في وعاء حطيت كاس تاع غبرة شانتيي، زدت عليها مغرفه كبيره تاع كاكاو بودرة مر، وزدت عليها كاس ناقص اندوا ناقص اصبع واحد تاع الحليب يكون بارد جدا ولا ما يكون بارد. نخلطهم هكذا حتى نتحصل على هذاك القوام الكريمي. هنايا الا كو حابين كذلك هذه الكريمه تجيكم بزاف بنينه، ممكن تزيدي لها مغرفه كبيره تاع شوكولا اتارتيني شوكولا طلي، راح تعطيك قوام معلك الكريمه، وتزيد لها كذلك حتى في البنه. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. خلاص الان راح نخرج هذوك الكيكات من الثلاجه ونزينوهم. نخلط مليح هنا الكريمه ديالي خاصه الجوانب هذوك، ومن بعد نعمرها في اون بوش جوتابل. درت لها هكذا اون دوي كانلي هذا النوع هذا، ولا استعملي اي اون دوي تكون عندك وتحبي الشكل ديالها هذاك، ونعمرها لداخل باش نزين بها هذوك الكيكات ديالنا. ونديروا اون غوزاس هكذا من الفوق بهذا الشكل هذا. لا غوزاس هذيك تكون تغطي الكريمه وفي نفس الوقت تجي سويسوا مع الحواف تاع هاد الكيكات هادوما. الطريقه ديالي هذه انا نبداو من الوسط ونروحو كامل على الجوانب هكذا بهذا الشكل هذا. الا كان اكو حابين تحصلوا على نفس الشكل اللي تحصلت عليه انا، ولا يعني يبقى التزيين على حسب ذوقك واختيارك. بعد ما كملت درت لهم لا كريم شانتيي هذيك، زدت لهم الفوق رشه خفيفه تاع كاكاو بودره هكذا باش نكسروا شويه هذاك اللون تاع الكريمه هذيك. وهامليك هنايا بعد ما كملتهم راح نحطوهم في طبق التقديم، وهذا هو الشكل ديالهم النهائي كيما شفتوا، ميني موسكوتشو بثلاث بيضات بمقادير بسيطه غير بالزيت عملناه، محشي بكريمه ولا اروع الكريمه هذيك. على فكره هذيك الكريمه انا كانت بقات لي شويه منها، درتها في لي فيغين وعطيت لهم الدراري كتحليه، عجبتهم بزاف تجي بزاف بنينه راهي بالشوكولا. وما بقى لي برك نقسم لكم باش تشوفوا هاد الكيكات هادو ما كيفاش يجوا. على فكره هاد الكيكات هادو يوالموا مليح مع غازوز في المناسبات في العرضات لضيافكم، يعني يجوا روعه. حتى الكوتي للدراري مع العشيات تعطوه لهم مع كاس تاع الجو راح يجوا ولا اروع. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيما شفتوا، هذيك الكريمه اللي عملناها لداخل بهذاك اللون الشباب اللي كنت نحوس عليه وتحصلت عليه مع هذيك الكريمه تاني من الفوق. بالنسبه للتزيين من الفوق كيما قلت لكم درت رشه تاع الكاكاو وشويه تاع شوكولا بايتي هذيك رشيتها من الفوق، ويبقى التزيين اختياري. ما تنساوناش بجام للفيديو حبوباتي، بارطاجيوه مع اصدقائكم لتعم الفائده. شهيدكم في الجنه شهيدكم في الصحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.